السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. أنا لحفت الداير، السبب الرئيسي أنه عندي شمعات الصدر بالنسبة إلى السيارة عندنا الهافال اتشتا، صار عندي صوت. هسه حبيك وشان الصوت؟ الآن عندي تبديل شمعة صدر، تلاحظ هنا أنا هاي الألنكي حتى أثبتها وأفتحها. شفت أنا شمعة صدر هنا عندي أصلية، فبهاي الطريقة إنه ثبت البرغي. تلاحظ هنا تقدر تفتح براحتك، هاي الطريقة. اهم شيء البراغي، لكن البراغي من هاي النوعيه اذا ام اللاستيكه راح تصير عندك بالاستخدام، راح ترفع عندك تسوي عندك مشاكل مباشره. ولكن هاي كبيره تصحي وتصير بيها عندك هنا مثل واشر، هاي المضبوطه. اذا اشتريت نوعيه كان بيها براغي ام اللاستيكه ارجع شد الاصليات براغي اضبط لك. بس راح اشد هذا شمعه، شوف هنا شلون قويه ما تتحرك، بينما هاي عندي كلش راخية بيها ملعب.
الان راح افتح الجهه الثانيه. لاحظ هنا العمليه نفس العمليه السابقه اللي سويتها، راح ابدل الشمعه مال الصدر. الديسك ما بيشي، عبالي ابدل الديسكات ولكن الديسك ما بيشي. فتحت ثاني بس ما بيشي، فما راح ابدله بعد بمجال. راح افتح بالاعلاب الاسفل وابدله نفس الطريقه السابقه، بيش يكون بدلت الشمعة الصدر بالنسبة لسيارة الهافال H6 الجيل الثاني. كان هذا فيديو اليوم، لا تنسى من الاشتراك اذا لم تكن مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.